الدورة الشهرية هي كتكون دورة منتظمة. ملي كنقول منتظمة هي عندنا التوقيت فين كتكون الإبادة، مورا الإبادة عندنا 14 يوم كتكون الدورة الشهرية. دونك شك كل دورة فيها عدد من الأيام اللي كتكون الفترة ما قبل الإبادة وفترة ما بعد الإبادة. دونك شنو كيوقع بعد الخطرات ديك هاد الإبادة نورمالمون راه خصها عندنا إلي ريغلي دو فاسون أوغيغ، سيتي عندها التوقيت بحال دابا كاين إفرازات ديال الهرمونات راه عندنا بالتوقيت ديالهم. بحال دابا ملي كتكون الإبادة عندنا 11 عندنا 36 ساعة قبل كاين واحد الارتفاع ديال واحد الهرمون، ودوك الارتفاع ديال الهرمون هو اللي كيعطينا الإبادة من بعد 36 ساعة. دونك باش نقول لكم بأن التوقيت بأن الدورة راها منتظمة بصفة دقيقة. دونك ملي كيجي شهر رمضان عندنا الاختلاف في الاكل، عندنا جوستمون تغيير في الاكل، تغيير في الساعه ديال النوم، تغيير في الستريس، كاين عامل نفسي حتى هو اللي كيلعب. دونك التغيير في الوجبات في طريقه الاكل، اي دونك هذا الاكل زائد الفياق ما كيبقاش في وقته زائد لو ستريس ديال الوقيته ديال رمضان والصوم، دونك هادو كياثروا لنا على الافرازات الهرمونيه. دونك الافرازات الهرمونيه اللي كتجينا اصلا من الدماغ مور اف اس اتش ال اش اللي كيتبدلوا، وعاد الافرازات الهرمونيه اللي كيديروا في المبيض. دونك هاد الافرازات الهرمونيه اللي كيتغيروا على حسب الضغوطات اللي كنمروا بها ولا على حسب التغيير اللي كنوقعوا ليه في شهر رمضان هو اللي كيعطينا دوك الضربات ديال الدوره الشهريه. دونك كيكون غالبا في هاد الاضطرابات اما كيكون تاخير في الدوره الشهريه اما العكس كيولي اقتراب في الدوره، كتولي بحال في حوض ما كان عندها 30 يوم كتولي عندها 22 يوم، كتقول في حوض ما المؤلفه كتكون بعيده عليا ما دابا في هاد رمضان وليت فتره جوج مرات. دونك هادو هما اولا بعض الخطرات كتولي كثيره حتى النزيف كيكون حاد في اثناء الشهر، مي سي سورتو التغيير في لو مود دو في طريقه العيش ديالنا هي اللي كتاثرنا على هادشي. واش كاين الخطوره؟ قلتي لي واش كاين الخطوره؟ دابا قلتي لي غالبا النساء ولا لي جون في كينوضوا ياخذوا لا بيلول، كياخذوا لا بيلول كومون دير موانع الحمل في هاد الوقيته باش يعطلوا الدوره الشهريه. دابا كاين اللي كتاخذهم بطريقه صحيحه، طريقه صحيحه هي اللي كنديروا بحال باش خاصها تبداها من الدوره من ابتداء من النهار الاول ديال الدوره وكتكمل على لا بيلول. دونك هذه جينيرالمون كنتسناو كتجي الدوره ديك الساعات كتجي كثيره ما ماشي مشكل، كيجي غير الكثره ديال كاين اللي كتجي وكتبدا لا بيلول في وسط الدوره. وحنا عندنا دائما كنقولوا لا بيلول موانع الحمل كنبداوهم في النهار الاول ديال الدوره الدمويه. دونك الا جات خدتها في النهار الثالث ولا النهار الرابع ولا بعض الخطرات كتاخذها في وقيته قريبه للاباضه، هذه في عوض ما تقاد لينا الدوره بالعكس كنوليو نطيحوا في المشكل ديال الاضطراب اكثر. دونك كتولي تصدق تجيها جوج مرات ثلاثه المرات في الشهر لان تو سامبلومون ما ان با ريسبكتي ما احترمتش ديك الوقيته ديال الدوره اللي كنقول لك عندنا منتظمه اللي عندنا ما قبل الاباضه وما بعد الاباضه، والطريقه مختلفة حتى باش الا بغينا نطولوا الدورة ولا نقصروها مختلفة على حسب الفترة اللي بدات فيها الفترة اللي بدات فيها ديك المنع الحمل. دونك قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.